كاع كنت انا بالحكومه واخا يهضر سعيد الدين العثماني ولا يهضر شي واحد اخر ما بقاش انا كنتك فيهم شتي البرلمان غير الكذوب والتخربيق والشاط الزور والتنفيق ما بقاش انا كنتك فيهم غير كتحكوا على الشعب وصافي الحكومه ان شاء الله غيكون شي خير لا بد غادي يكون شي صالح لا بد بالنسبه لما ما قال الحكومه راه مزيان دابا طلبوا الله شفتوا البارح شو هذا الطرف بلو ولكن مزيان بالنسبه لنا مزيان قالوا ما متبعش المسائل ديال الحكومه علاش ايوا واش نقول لك يعني شنو الاغلبيه ديال الشعب ما متبعش المساله ديال الحكومه وهادشي اللي جرى طبعا حنا مهتمين بهذا الشيء هذا لان حنا عندنا مشاكل حنا مش صحابكم انا صحاب الضحايا ديال عبد المولى حنا يلي عندنا بالنا خصنا كنتبعوا لكن الحقيقه ما سمعتي البارح سني ديال التفاؤل انا ما كنظنش عندنا حنايا ما كنظنش في المغرب ما كنظنش لان اقوال بلا افعال التصريح الحكومي انا والله ما تفرجتش له وما نكذبش عليك ما صافي ديك التهريج وداك ما بقينا كنفهموا والو اختي ديالي ما سمعتوش انا ما كان شنقول لك ما مش مهتمه لا فوالا ما ماشي مهتمه يعني اي حكومه كتجي ما كتعطيش شي نتيجه اذا بلا ما نهتموا شنو كاينش ما كنتصنش داك المسائل الحكوميه ما كنتصنش لها بصفه نهائيه كاع مجرد شعارات ومجرد خطابات لا قيمه لها بالنسبه لي انا شخصيا تصرح به السيد العثماني كلش متفق معه التصريح الحكومي مزيان احنا متفقين على هالشيء هذا من اول خطره مواطن مغربي قاطم الخارج مده 47 سنه عارف سياسه المغرب على احسن ما يرام لا اقل ولا اكثر